اهلا وسهلا بيكم كل متابعين قناة الصحة والجمال وكل متابعين برنامج بنحلم نعيش. وحشتوني زي ما احنا متعودين ان احنا كل مرة بنتكلم في حاجة جديدة، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنتكلم من صلب المجتمع ومشاكل المجتمع وحياتنا وازاي نتجنب ان احنا نقع في مشاكل على قد ما نقدر، سواء في حياتنا الاجتماعية أو حياتنا الخاصة أو حياتنا في الشغل أو تبادل العلاقات وتبادل العقود. فالنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا تقريبا كلنا بنقع فيه، إلا من يعلم معرفة جيدة جدا بالقوانين والدراية بالقوانين عشان كده ما بيقعش في المشاكل دي، ألا وهي مشاكل العقود. عقود البيع والشراء بنقع فيها كلنا، بعض البنود ممكن تخسرنا كتير وبعض البنود ممكن توصلنا لمرحلة ان احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وهل اللي بيحصل ده جاي علينا ولا احنا اللي جينا على نفسنا من الاول بسبب ان احنا ما خدناش محامي فاهم ايه اللي بيحصل، او احنا ما درسناش وما شفناش او ما عملناش بحث على الاقل في العقد وقوانينه وبنوده اللي احنا بنكتبها وبنمضي عليها. اسهل حاجه عند المصريين انت رايح تشتري، بشتري، بتعمل ايه؟ بمضي. لا، ده غلط كبير جدا ان انت تبدا تمضي وتمسك الورقه والقلم وتبدا ان انت تمضي، يعني انت فاهم كل بند في العقد ده بيقول ايه، يعني انت فاهم انت مضيت على ايه، يعني انت فاهم ان انت خدت حقك قوي وديت للطرف الاخر حقه. طيب ايه المشاكل بقى اللي ممكن بيقعد فيها بنقع فيها كلنا او بيقع فيها اللي ما عندوش درايه بالعقود؟ طيب اول حاجه ان انت لازم قبل ما تروح تشتري شقه زي ما بيحصل اعلانات كتير قوي في الشركات، اسهل حاجه عندنا شركه تسويق احنا بنبني حته ارض الشقق على قسط 10 سنوات وخمس سنين ومقدم 20%، وبتسمع كلام زي الفل، كلنا بنسمع كلام زي الفل. تيجي عند أرض الواقع ولما تمضي تلاقي نفسك رحت في 60 داهية. إيه اللي بيحصل ده؟ معقول أنا حصل لي كده؟ أنا مضيت على ده؟ معقول أنا ما خدتش بالي؟ ما خدتش بالك، وعشان ما خدتش بالك وقعت في مشكلة، دورنا النهاردة إن إحنا نقول لك ستوب، أقف بقى عند بند وخد بالك أنت بتعمل إيه، خد بالك إن أنت بتعمل حاجات ممكن تندم عليها كتير قوي وتقع في مشكلة لدرجة ان انت تخسر فلوسك وتخسر صحتك طبعا من الضغط والتفكير. وممكن بعض الاحيان بنخسر علاقاتنا الزوجية وبنخسر علاقاتنا ما بين اهالينا بسبب العقود، ان انا مضيت وقعت في مشكلة فخلاص جوازتي اتبهدلت، اتفشكلت، الشقة اللي كنت هشتريها باظت، خلاص في بند من البنود ضيع لي حقي، وحاجات كتير كده. طب ايه هي النصائح اللي احنا النهارده دورنا النهارده نقدمها لكم؟ اول نصيحه، ما تشتريش حاجه خيال، بلاش تشتري خيال، اشتري ارض واقع. ارض الواقع بيقول ان قدامي حته ارض مبنيه، حته الارض اللي مبنيه دي مبنيه قدام عيني عماره، مبنيه عماره. طيب العماره دي فيها كام شقه؟ وهل الشقق دي مترخصه؟ هل انا اشتريت في الدور السابع، في الدور الثامن، في الدور العاشر، ايا كان الدور ده، هل الدور ده في الترخيص واخد رخصه بناء، ولا هو بنيه عشوائي وباعهولي وبعد كده انا اللي هتصالح عليه وانا اللي هتدبس فيه وانا اللي هدفع فلوسه؟ لازم قبل ما تشتري تسال وتشوف، ويكون عندك ورقه من تراخيص المبنى والعقار والارض اللي موجود، هل هو مرخص؟ مرخص كام دور؟ الدور اللي انا اشتريته داخل الترخيص ولا لا؟ عدد ادوار العماره صحيحه ولا لا؟ عليها مشاكل ولا لا؟ لازم تفهم كل ده كويس. طيب اروح اشتري حته ارض فاضيه مبهمه؟ لا، في الايام دي لا، بلاش، بلاش تشتري ارض مبهمه انت مش عارف مين صاحبها، ممكن يكون بيبيعها لك اكتر من شخص، اكتر من شخص ممكن يبيع الارض دي، يبيعها لفلان وفلان وفلان وفلان، يبيعوها برضو 24 شخص و24 شخص اخرين وغيره، وتلاقي نفسك وقعت في دوامه النصب الكتير اللي احنا بنشوفها اليومين دول. عشان كده تجنبوا حته النصب اللي ممكن يقع عليكم. طيب من الاجراءات اللي ممكن تاخد بالك منها، لابد من معاينه الشقه في البدايه،
ده اول اجراء احنا اتكلمنا فيه، ما تشتريش حاجه خيال، لازم تشتري حاجة على أرض الواقع وتعرف إن شقتك دي واقعة في الدور الفلاني، الدور الفلاني ده التاني التالت العاشر، داخل جوه تصريح المباني وهو مصرح لصاحب العمارة وصاحب العقار إنه يبيع فعلا الدور ده. طيب، طب المساحة اللي أنا اشتريتها اللي مكتوبة على العقد، هل المساحة اللي أنا اشتريتها على الورق دي مساحة فعلية موجودة على أرض الواقع ولا ده خيال؟ خيال، معظمنا بيشتري خيال. النهارده بيقول لك 200 متر وتيجي تقس على ارض الواقع تلاقيها 130 140 متر، يبقى انت اتضحك عليك. يبقى عشان كده لما تيجي تشتري ويخرج منها الفراغات اللي موجوده اللي المفروض تخرج من اي شقه 20 متر 30 متر على حسب الاتفاق، روح هات متر وشوف حد فاهم ومهندس فاهم، زي ما دفعت مليون جنيه في الشقه اتكلف ثمن مهندس يقيس لك المساحه صحيحه، ويكون معاك محامي وانت بتشتري، ما تشتريش لوحدك. ولو مش معاك محامي ادخل على جوجل واكتب، اكتب ايه هي الاجراءات والبيع والشراء، هتلاقي كل حاجة مكتوبة قدامك متوضحة وصريحة عشان ما تقعش في المشكلة. طيب، احنا قلنا ما تشتريش شقة مش موجودة، لا تشتري بأي حال من الأحوال شقة مش موجودة، غير موجودة فعلا بالفعل والعقار موجود وتنشأ وشاهدتها على الطبيعة وأرض الواقع. التأكد من رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة وعدد الأدوار المرخص بها للتأكد من وجود الشقة المرود شرائها ضمن الأدوار المرخص بها حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة. ده طبعا اتكلمنا فيه برضو، وقلنا نتأكد ان دورك موجود في الترخيص، وان عشان ما يحصلش بعد كده ان انت تعمل مصالحة عليه وتقع في مشاكل كتير وانت اللي هتقع فيها. ضمان وجود البيانات التالية بالعقود للبيع، ألا وهي إيه هي البيانات اللي لازم تضمن إن هي موجودة في عقد البيع اللي أنت بتشتري بيه؟ اسم المشتري، اسم البائع كامل، رقم البطاقة، ويفضل حصول طرف كل منهما على صورة بطاقة. يعني النهاردة لما بتكتب العقد اكتب شوف اسمه كامل في البطاقة إيه، ومقره في البطاقة إيه، عنوانه، وشوف اسمه كامل وصورة بطاقته ترفق مع العقد عشان تكون متأكد إن الشخص اللي باع لك هو نفس الشخص اللي مضالك، هو نفس الشخص اللي بياناته مكتوبة في العقد. عنوان محل الإقامة كاملاً، مفيش حاجة اسمها أنا ساكن في المهندسين وخلاص، أنا ساكن في أكتوبر وخلاص. العنوان مفسر وكامل برقم العقار برقم الشقة اللي مكتوب فيها البائع عشان تضمن حقك وتضمن إن أنت لما ينصب عليك تعرف توصل له. أو لو باع الشقة لحد تاني، زي ما احنا بنشوف في الأفلام كده ده بيحصل على أرض الواقع. بيان تفصيلي بالبيع سواء شقة أو أرض أو محل أو عقار كامل، وبيان مساحته بالتحديد. يبقى أنا لازم هنا أشوف مساحة الشقة وأقيسها على أرض الواقع زي ما احنا شفنا، أو مساحة العقار أو مساحة المحل، أيا كان أنت بتشتري إيه أو هتشتري العقار كامل، لازم تتأكد من الحاجات دي. طيب، بعد ما تأكدنا خلاص وتأكدنا من الشخص اللي بنشتري منه واسمه وعنوانه وبطاقته وامضته وكل شيء، والمبلغ المتفق عليه مكتوب في العقد كامل، ده شرط اساسي على فكره. في ناس كتير بتكتب في العقد الثمن غير الثمن الحقيقي عشان التهريب من الضرائب. على فكره انت هنا مش بتعمل حاجه صالحه لنفسك، انت بتضر نفسك. بتضر نفسك لانك ما كتبتش رقم الشقه الحقيقي، انت مالك وماله؟ هو يستنفع ما يستنفعش، هو شايف ان دي مصلحة ليه، مصلحة ليه انه ما يدفعش اكتر ضرائب على الشقة، كل واحد ياخد حقه والدولة تاخد حقها، ايه المشكلة؟ ليه تقع انت وتدفع الثمن؟ ليه تدفع ثمن غيرك؟ ليه انت تدفع ثمن غيرك؟ ما تدفعش ثمن غيرك، ثمن شقتك اللي انت دفعته حطه في عقدك. طيب، نيجي بعد ما خلصنا العقد وكله تمام، تعالى هنا بقى عقد البيع المسجل بالشهر العقاري، وهذا العقد هو الأساس الذي يجب أن يكون موجودا تحت يد البائع. النهاردة هو مظبط ورقه جدا البائع، وعنده محامي عامل له عقد محترم، وانت مش فاهم حاجة. أول حاجة تعملها روح سجل الشهر في الشهر العقاري، سجل وخد رقم تسجيل من الشهر العقاري، حتى لو ضاع العقد بتاعك في أي مكان لا هتعرف تعمل مستخرج تاني من الشهر العقاري. يبقى انت هنا ما وقعتش في مشكلة ان العقد ضاع او اتسرق او حصلت اي مشكلة، مزبوط في الشهر العقاري ان ده برقم بطاقتك باسمك كامل، ده بتاعك وانت اللي اشتريته. يكون اصل العقد موجودا بالشهر العقاري زي ما احنا قلنا، فلو فقدته هتعرف تستخرجه من تاني.
طيب، عقد البيع الابتدائي وهو يكون محرر بين طرفين، بائع ومشتري، وله ثلاث أشكال. دايما كل الناس اللي بتشتري بالقسط، معظم الناس دلوقتي بما إننا معناش فلوس، وبما إن الناس ما معاش فلوس فكله بيشتري بالقسط، وما أدراك من القسط واللي بيحصل فيه ومشاكله. كل الناس بتشتري بالتقسيط. طيب التقسيط ده مشاكله كتير جدا، لأنه مش بيديك ورقة نهائية وعقد نهائي، بالعكس انت لسه ما خدتش عقدك اللي بيثبت ملكيتك النهائيه، ده عقد ابتدائي. وممكن معظم اللي بيبيعوا بيكتب لك شرط في النهايه كده يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، دون الرجوع الى المحاكم او القضاء او اجراء قانوني. يعني انت فلوسك ضاعت عليك يا استاذ محمد. طيب، وهو يكون محرر بين طرفين، بائع ومشتري، وله ثلاث اشكال. أما أن يكون حاصل على حكم بصحة ونفاذ العقد، وهناك يلحق هذا العقد في قوته بالعقد المسجل من حيث الأمان للمشتري، يبقى فيه هنا حكم حكم بصحة ونفاذ. حكم بصحة ونفاذ في المحكمة ده يؤكد أن العقد بتاعك 100%، ويضمن حقك 100%، حتى لو حصلت أي مشاكل ما بينك وما بين البائع، أو يكون محكوم بصحة التوقيع عليه. وهنا يجب أن يكون بجانب هذا العقد تسلسل عقود الملكية، وهي سلسلة العقود السابقة. يعني شقة اتباعت من فلان لفلان لفلان، لازم يكون معاك كل العقود اللي موجودة وأساسياتها، وتكون سائل عليها حتى نصل إلى أقرب عقد مسجل للعقار، مع التأكد من صحة تلك العقود والشكل الأخير، وهو يكون مجرد عقد ابتدائي. يعني أنت رجعت في النهاية إن هو مجرد عقد ابتدائي. يجب أن يحتوي العقد على البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له. طبعاً مش كلنا بنروح مكتب المساحة، ومش كلنا بنهتم بالموضوع ده، على الأقل هات مهندس يقيس لك على أرض الواقع المكان اللي أنت بتشتريه. ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل. زهرة اللوتس تؤكد العقد أن مساحته مظبوطة وأن هو تمام وصالح للتسجيل. طيب، يؤشر على العقد برقم مشروع وتاريخه وساعته، ويكون مختوما أيضا. ومش كل الشركات بتختم، ومش كل الشركات بتديك ختم الشركة وتنفذ لك الدنيا وبتأشر لك على العقد وغيره. فأنت بنرجع تاني هنقول لأن احنا نسجل العقد في الشهر العقاري عشان نضمنه، أو نعمل له صحة توقيع ونفاذ في المحكمة. وده الأهم والمهم، لازم تعمل كده. لازم كل حد فينا معاه عقد ابتدائي يروح يأكد على الكلمتين اللي أنا بقولهم دول، لازم تأكد عليهم، يا إما صحة ونفاذ في المحكمة وده أوقع وأحسن، يا إما أن أنت تثبته في الشهر العقاري عشان تكون على الأقل ثابت أن أنت اشتريته بالفعل. يلحق بالعقد محضر تصديق موثق من الشهر العقاري بأن البائع والمشتري قام بالتوقيع أمامه في الشهر العقاري. جه البائع وجه المشتري والاثنين وقعوا أن ده باع وده اشترى، فبيؤكد حاجتك 100%. لابد من الحصول على صورة من جميع التراخيص والعقود. كلنا بنفرح بالعقد وناخد عقد الابتدائي ونتكل على الله، مبروك اشترينا الشقة، مبروك اشترينا المحل، مبروك اشترينا العمارة، مبروك اشترينا الفيلا، يا فرحتنا. طب مالكش حاجة، فين اللي هيثبت لك ان ده اصلا صاحب المكان ده؟ ما يمكن نصاب، ويمكن في حد تاني خالص هو صاحب الارض، أو عليها مشاكل، أو عليها ميراث، أو عليها أي حاجة. أنت لازم يكون معاك صورة من جميع التراخيص بالعمارة، إن الشخص ده هو المالك الأول والأخير لهذه الجهة، ولو في مالك قبله هو اشترى منه وموثوق منه، الشراء كله موجود وموثق بالتراخيص اللي موجودة قدامه، وكل ده مكتوب وموثق عشان تقدر تشتري الحاجة دي. الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير التوكيل من البائع، على أن يغني هذا التوكيل المشتري بعد ذلك عن اللجوء للبائع في حال قيامه بتسجيل الوحدة أو تعامله مع أي جهة حكومية. مهمة دي. أنت بتذهب هنا إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير التوكيل من البائع. لتحرير التوكيل من البائع، على أن يغني هذا التوكيل المشتري بعد ذلك عن اللجوء للبائع في حالة قيامه بتسجيل الوحدة أو تعامله مع أي جهة حكومية تانية. أنت لغيت توكيل، شكرا، ما عادش ليه حاجة ولا ليه أي صلاحية على العقار بتاعك أو الشقة بتاعتك أو الأرض بتاعتك، علاقته بيها انتهت.
فأصبحت أنت الأول والأخير مالك الشيء. طيب العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة، لازم تتأكد إن ده مكتوب في العقد، والمحافظة، ثم بيان عن قطعة الأرض ويشمل رقم القطعة والمربع والحوض من واقع البيانات المساحية. في المساحة يتكتب كده، قطعة رقم كذا، شمالها كذا، يمينها كذا، موجودة في المكان الفلاني، المنطقة الفلانية، الشارع الفلاني. كل مكان متحدد عشان تحدد أكتر القطعة اللي انت اشتريت منها، سواء الشقة أو العقار أو المحل أو أي مكان. بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح. عمل لك نظام أقساط، تسلسل بمواعيدك، تتكتب في العقد انت هتدفع القسط ده يوم كذا، سنة كذا، شهر كذا، كل حاجة توضيحية. دفعت مقدم 200,000، مليون، 150، ايا كان المقدم يتكتب المقدم في العقد. زي ما احنا قلنا ان احنا نرجع للخطوة الاولى، ان شخص دايما شركات دلوقتي، شركات التسويق العقاري والاستثمار العقاري، بتبيع بنص الثمن وبتلت الثمن عشان تتهرب من الضرائب. فيبقى بيع لك بمليون ونص ويكتب لك مليون، نص مليون، 600,000 في العقد، فانت دافع له 750,000 ثمن الوحده. لو هي بمليون ونص، نصها مقدم ما اتكتبش، اتكتب ايه؟ 50,000، 70,000، 80,000، 100,000. طب فين بقيه ال 650,000 يا عم اللي انا دافع 750,000؟ لا مش موجودين. طب فين ما يثبت بيهم؟ لا والله مش موجودين، ما عندناش حاجه تثبت بيهم. يبقى انت لازم عشان نجبر نغير الموضوع ده، حتى لو هم عملوه علينا فرض وان ده بقى امر واقع احنا بقينا فيه ومجبرين عشان نقسط ونشتري بالتقسيط، ان انت تكتب لي نصها مش عايز. لا، احنا اللي هنرجعكم للقانون وهنعرفكم ازاي تكتبوا ثمن الوحده وثمن المقدم كله في العقد. العقد شريعه المتعاقدين، يعني انت مالكش حق غير كل كلمه كتبتها في العقد، فما تحاولش تتنازل عن هذا الحق. طيب وكيفيه دفعه وثمنه والاقساط تتكتب بالتسلسل، بالتاريخ، بالمواعيد، كلها بشكل واضح وموثق في العقد. طبعا بيتمدي عليه اسم ثلاثي او رباعي من البائع. بيان بيشرح كيفيه تملك البائع للعقار المبيع، وذكر كافة العقود المتسلسلة حتى الوصول إلى رقم العقد المسلسل القديم للعقار، وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته. يعني خلاص ده بتاع ورثة، لازم يكون فيه إعلام وراثة موجود في موثق في العقد ورقمه، تمام، حتى الوصول إلى رقم العقد المسجل القديم للعقار. طيب هنكتب رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته، ده يتكتب في العقد. ويجب أن يتسلم المشتري كل العقود الملكية السابقة من البائع. يعني أنت خلاص تسلمني زي ما أنت، زي توكيل العربية كده، زي ما أنتوا فاهمين العربيات بتتباع بتوكيل، أنت بيبقى معاك توكيل العربية دي اتباعت لخمسة ستة، الخمس ست توكيلات اللي قبلك انت بتاخد الاصل بتاعهم وبعد كده بتسجل بيه وبيفضل معاك مع اخر واحد عمل توكيل. البيع برضو كذلك الامر، حصل بيع لاكتر من حد انت بتحصل على كل العقود اللي كانت قبل كده، بتبقى ملكك انت اخر مشتري. وفي حالة شراء شقة او محل من مالك عمارة او برج، ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات حيث أن المالك يقوم بالبيع لآخرين، يتم الحصول على صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك، ويقوم المالك بالتوقيع على كل ورقة من الصور بأنها صورة طبق الأصل من العقد. حتى لو الأصول مش موجودة، صور وخد صورة ويمضي عليها ويرفق بيها رقم بطاقته واسمه كامل وعنوانه، ويمضي إن هي صورة طبقا من أصل العقد. طيب ذكر رقم وتاريخ، هيذكر في العقد رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة، لازم رقم وتاريخ رخصة البناء، عشان احنا عارفين اليومين دول معظم الناس بتبني على أرض غير مرخصة وبيحصل مشاكل كتير، وبعد كده بتعوق المسائل دي كلها والمشاكل دي كلها بتقع على المشتري مش على البائع. البائع خلاص باع وانتهى ومشي،
اللي بي يعني اللي بتقع المشاكل كلها عليه هو المشتري، لا حول به ولا قوه، ما عندوش اي معلومات. ودورنا النهارده ان احنا نقول المعلومات دي عشان نفيدكم ونفيد كل حد بيقع في المشكله دي. عذرا انا واحده من الناس وقعت في المشكله دي، بس هحكي لكم الحكايه دي بعد ما نخلص القوانين. طيب، يجب وجود بند صريح بان المالك يضمن العيوب الخفيه ضمان كاملا، واقرار بالمسؤوليه في حاله ظهور اي عيب في العقار، سواء كان العيب ماديا او قانونيا، بالاضافه الى باقي البنود العاديه من ضمان عدم وجود استحقاقات ماديه للدوله على العقار من ضرائب او مياه او كهرباء سابقه على تاريخ عقد البيع، يعني من تاريخ ما باع لك مصفي حقوق الدوله كامله، ميه، كهرباء، ضرائب، انت واخدها مشفيه بالبلدي كده، مفيش، معلهاش حاجه. الراجل ده دافع كل المديونات اللي للدوله، فانت تاخدها سليمه معلهاش اي حاجه. التاكد من ان شراء العقار تم بمستند ملكيه صحيح، ومستندات الملكيه تعتبر المقاوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف انواعها. فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات، وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عملية نصب كتير اللي احنا بنشوفه اليومين دول، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات اللي احنا قلناها من شوية وأكدنا عليها، والقوانين اللي لازم تحفظوها زي عينيكم عشان لما تيجوا تشتروا حاجة تاخدوا بالكم. أو اكتشافه أن العقد الذي تم الشراء به غير كافي وينقصه العديد من البنود. فهنا وقعنا في مشكلة كبيرة جدا، أن أنت اتخرب بيتك يا عم سعيد. خطورة هذا العقد، لأن أي شخص يستطيع اصطناع العقد ووضع التاريخ والبيانات التي يريدها مدعيا بأنه عقد صحيح، وهو كذاب وحرامي. وفي حالة وجود عقد بهذا الشكل فيجب التأكيد من صحته. تأتي تلك الاحتياطات مع العلم أن هناك عقود شبيهة للعقد المسجل، لكنها ليست كذلك وتكون مجرد عقود خضراء. وللتأكد أن هذا العقد مسجل يكون، خلي بالكم الحتة دي عشان تتأكد أن العقد مسجل، يكون مكتوب على الهامش الأيسر بالعقد بشكل عرضي: ليس هذا العقد قيمة حتى بين طرفين إلا تم إشهاره. على الهامش الأيمن يوجد مربع مكتوب فيه رقم الشهر والتاريخ. إذا وجد هذا المربع دون وجود رقم لشهر فهذا معناه أن العقد لم يشهر وليست له قيمة. ثالثا، يجب أن يحتوي العقد على البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له العقار، ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل. التلاتة دول بيؤكدوا أن العقد مسجل وصالح أن هو يقدر يبيع ويشتري ويتحكم فيه. وبكده تقريبا كتبنا كل حاجة وقلنا كل حاجة. أنا واحدة من الناس رغم أني بقول لكم كل ده إلا أنا وقعت في نفس المشكلة دي، وبالفعل اتنصب عليا، بس مش نتيجة ان انا مش عارفة القوانين والعقود، لا، نتيجة ان انا ما خدتش بالي وانا بمضي ان انا بمضي على ايصال غير الايصال اللي مكتوب باسم صاحب العقار. وبكده نهينا حلقتنا، وخدوا بالكم كويس قوي من المعلومات اللي انا قلتها وراجعوها، ودايما حلقاتنا فيها معرفة القوانين ومعرفة للصالح العام والخدمة العامة، ودايما في خدمتكم. نلتقي الأربع الجاي الساعة 8 مساء من كل أسبوع. بحبكم كتير وتوحشوني.